استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام، تحيه ليك استاذ عبد وكل متابعينك من خلال اليوتيوب. بس خليك ابو حميد في مكان في شبكه كويسه وعلي صوتك. كده الصوت واضح؟ اه كده الصوت واضح، بس انت النهارده باين في مكان الشبكه فيه وحشه ولا ايه؟ والله خالص، لا نفس المكان تقريبا. طيب تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينك من خلال اليوتيوب. تمام. قول لي بقى الاول، الناس بتسالك ايه السر اللي خلى عمرو السوليه خد الكوره تحت التيشيرت وباس الكوره بالشكل ده، ينتظر مولود جديد؟ بالفعل يعني هو ده السبب، الاحتفال اللي احتفل بيه عمرو السوليه يعني دي زوجته طبعا، لان هو في انتظار فعلا حادث سعيد خلال الايام القادمه. وبالمناسبه كمان عمرو السوليه شارك في اللقاء رغم ارتفاع درجه حرارته، وقد يعني كان قبل اللقاء بدقائق ربما لم يشارك او كان مستر فايلر هيستبعده، لكن كان في جلسه معاه رغم ارتفاع درجه حرارته واصر على المشاركه وقال ان هو جاهز للعب، وقد كان مشارك واحرز هدف الفوز في الدقيقة 81، فأداء أكثر من ممتاز لعمرو السولية وثلاثة نقاط غالية للنادي الأهلي أمام حرس الحدود. يعني عمرو السولية كان سخن وكان ممكن ما يشاركش في المباراة. بالفعل، وكان في جلسة كمان هنا حضرت وقت تشكيل وقت إعلان التشكيل، مستر فايلر اجتمع معاه وكان فعلا درجة حرارته تصل ل 38 درجة، كان قال له طب ما تلعبش، طب تريح، كان في كلام مع طبيب الفريق، هو قال انا جاهز مفيش اي مشكله، علشان كده كان اكثر اللعيبه يعني كان لابس تيشيرت الكم تحت الفانيلا بتاعت الاهلي، وكان لابس كمان الوحيد اللي كان لابس جوانتي تقريبا، هو يعني كان يشعر بالبرد وكان عنده نزله برد شديده، ولكن يعني اصرار عمرو السوليه على المشاركه جعلت ربنا بيكافئه في الدقيقه 81 وفوز مهم جدا للنادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، الفوز السادس على التوالي 18 نقطة، ربما يعني هذا رقم لم يصل إليه النادي الأهلي حتى مع مانويل جوزيه، يعني طب شوت زي ما بيقولوا. ده بص يا أحمد، يا أحمد، ده رقم قياسي لم يسجله الأهلي منذ انطلاق الدوري سنة 48، آخر رقم مسجل كان بخمس انتصارات في بداية الدوري برصيد 14 هدف. كسر فايلر حاجز الأهداف بخمس انتصارات و17 هدف، النهاردة كسر حاجز الانتصارات وحاجز الأهداف بست انتصارات في أول ست مباريات ب18 هدف. اتفق مع حضرتك تماما، الكل عمال يتكلم على كمان تكتيك مستر فايلر اللي احنا ممكن نتكلم فيه برضه مع حضرتك، وفي نفس الوقت فوز مهم جدا للنادي الاهلي على فريق مميز وعلى مدرب شاطر يعني طارق العشري من فريق حرس الحدود، رغم ان كان الناس بتتوقع ان المباراه تكون سهله، لكن يمكن احنا هنا اتكلمنا وقلنا طارق العشري بيعمل دايما مباريات كويسه جدا فنيا امام الاهلي وامام الزمالك، فيعني فوز مهم ومن حق جماهير النادي الاهلي ان تفعل بهذا الفوز، طبعا ده قبل لقاء الاسماعيلي يوم الخميس القادم باستاد المكس في 7:30 مساء. طيب ماذا قال الاول مستر فايلر؟ طب تسمح لي نتكلم فنيا برضه بس تفضل اتفضل 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 اتفضل. يمكن احنا الوحيدين تقريبا اللي انفرضنا امبارح لما حضرتك سالتني على التشكيل وقلت لك اتوقع ان هو يبدا باحمد فتحي باك يمين واتوقع ان هو يبدا بوليد ازار وراس حربه، وقد كان يعني مستر فايلر ابتدى اللقاء بالشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف ورامي ربيعه اثنين مساكين، على اليمين احمد فتحي وعلى اليسار محمود وحيد، وسط الملعب عمرو السوليه وقفشه، امامهم اجايل لعب تحت راسين الحربه، وعلى اليمين واليسار حسين الشحات ورمضان صبحي وراس حربه الصريح وليد ازار. يمكن كان تكتيك النادي الاهلي وخلق الاتحاد خلف خطوط دفاع نادي حرس الحدود بالاعتماد على تمريرات قفشه القطريه، محاوله الاستفاده بالجانبين سواء الشحات او رمضان صبحي لتبادل المراكز ما بينهم، لكن هذه القصه لم تنجح للاسف هذا الشباك حرس الحدود، يعني رغم ان الاهلي وصل اكثر من كوره كورتين في العارضه لم يوفق، فمستر فايلر تقريبا في اخر 15 دقيقه غير التكتيك بتاعه تماما، خلى احمد فتحي يلعب باك شمال، نزل محمد هاني يلعب باك يمين، نزل وليد سليمان واعتمد على مروان محسن، وكان تعليماته واضحه جدا ان هو يبدا نلعب الكرات العرضيه للاستفاده ب يعني التيكوف العالي والارتفاعات اللي بيتميز بيها مروان محسن، وفي نفس الوقت لما يفتح الجنبين قوي هتكون في فرصه في يعني محاوله لفك تكتل الدفاعي بتاع حرس الحدود والخرسانه اللي كانوا عاملينها مع التسديد من خارج المرمى ومن خارج حدود ال 18
الفرص ربما يتم احراز الاهداف، وقد كان بالفعل عمرو السوليه هدف الفوز 181. راينر بعد المباراه انا ما طلبتش اللعيبه بين الشوطين ومع نهايه المباراه التسديد من خارج حدود ال 18، وقال من المهم ان انا اعدي اسلوب لعب نادي، قال مش معقول ان انا العب بتكتيك ثابت طوال المباريات وحتى اثناء المباراه الواحده، هاجد صعوبه طبعا وكل الفرق هتبقى عارفه يعني طريقه لعبنا، لازم اغير بشكل دائم. انا عن تغيير محمود وحيد، انا فضلت ان انا اجيب احمد فتحي يلعب باك شمال، هو لعيب جوكر بيلعب اكتر من مركز، في نفس الوقت محمود وحيد ابتدى يشعر بالام في راسه نتيجه الكدمه اللي كان عليها، قال ان هو بيثق وكان واثقا من الفوز، يعني قال مش مهم تفوز انت لكن المهم انك تفوز، وهو كان عنده ثقه ان الاهلي هيفوز رغم تاخر الفوز، قال سيطرنا على معظم مباريات المباراه، طبعا اكثر من يعني هدف، ولكن بيشير بحرس الحدود بالتكتل الدفاعي اللي كان قايمين بيه، وقال ان هو كان بيتوقع ده، بيشكر اللعيبه وقال من المهم ان احنا نغير طريقه لعبنا ونسعى دايما للفوز ونغير من طريقه تفكيرنا حتى اثناء المباراه. فاعتقد مستر فايلر يعني استطاع بذكائه ودهائه ان يتغلب على طارق العشري في المباراه، فنيا ربما هي مباراه يعني مميزه جدا من الطرفين بالمناسبه يعني، لكن برضه مستر طارق العشري يعني الكابتن طارق العشري نديله تقديره واحترامه، لعب مباراه فنيه وقفل دفاعات، وهو كان بيقول بعد المباراه لو كنت اخذت نقطه كنت هبقى سعيد، ولكن عملنا مباراه فنيه واخرنا الفوز على قد ما نقدر ولعبنا فريق كبير مع مدير فني كبير، فهو يعني بيشيب على تعشى سوا، ولكن ثلاثة نقاط دائما للنادي الاهلي بفضل باينر وبفضل تغييراته وبفضل يعني حتى كلنا استغربنا لما اخرج قفشه، ولكن تغيير طريقه اللعب كانت واضحه جدا وربما هي احد اهم اسباب الفوز. طيب عمرو السوليه اتكلم بعد المباراه يا ابو حميد؟ لا عمرو السوليه ما اتكلمش، بيقول لحضرتك هو غالبا كان يعني الالام والبرد كانت عنده، لكن سيد عبد الحفيظ اتكلم وكان ليه تصريحات ناريه جدا، يعني قال احنا مش النادي اللي بنغير عقود لعيبه، احنا النادي مركز مع لعيبته، ما عندناش لعيبه بتهرب، احنا عقودنا مع لعيبتنا بنبقى حافظينها ودارسينها كويس وفاهمين يعني ايه عقود واحتراف، كل اللعيبه بتاخد مستحقاتها بشكل يعني ما بنتاخرش فيه، ما حدش بيفكر يهرب وبنحترم عقودنا تماما. قال ان هو مش هيرد على الناس اللي بتحاول تخرج الفريق عن التشتيت وتخرجه عن تركيز النادي الاهلي، قال اهداف الاهلي واضحه، الاهلي ليه قنوات رسميه بيتعامل معاها، بيحترم كل اللعيبه ونحترم كل تعاقداتنا، كل اللعيبه بتاخد مستحقاتها يعني تالت ومتلت زي ما قال، قال بيشكر كل اللعيبه على حاله الهدوء، حاله الانسجام، حاله الالتزام اللي عليها، وفي الاخر دايما الاهلي بيسعى وكل اللعيبه بتشتغل والجهاز الفني بيشتغل علشان الهدف هو احراز البطولات، وبالتالي اعتقد تصريحات يعني مهمه جدا جدا. بيتكلم كمان على الانتقالات، قال فايلر ما حددش اسم بعينه اللي هو الاسم المتبقي، ولكن احنا لسه قدامنا شهر ونص لحد نهايه يناير بندرس وبنشوف الاقرب والافضل لينا ايه علشان نتعاقد معاه، مش هنتاخر عن دعم النادي الاهلي بما يطلبه فايلر، لكن تصريحاته بشان احترام اللعيبه طبعا لعقودها وبشان تصريحاته ان ما عندناش لعيبه بتهرب وما عندناش لعيبه بتتاخر في الحصول على مستحقاتها، كلام طبعا كان يعني خلينا نقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يعود من جديد ليقصف الجبهات. يعني كلام هو اكثر من قصف الجبهات بصراحه، انا عارف كابتن سيد لما بيتكلم باحترام وبهدوء، لكن يعني بينشن زي ما بيقول، فكان كلامه واضح جدا، قال احنا عندنا بنلتزم بالتعاقدات مع اللعيبه، ما عندناش حد بيطالب بالرحيل، وبالتالي يعني كلام واضح جدا والكلام يعني اعتقد مفهوم، ودايما كان عاده كابتن سيد عبد الحفيظ عندما يتحدث على الجميع ان ينصت. طيب الناس بتسألك في إصابات في الفريق بعد الماتش؟ بعد المباراة تاني الشحات اشتكى شوية من آلام في العضلة الضمة، لكن أعتقد بإذن الله تكون خفيفة وبإذن الله يشارك في مباراة الإسماعيلي القادمة بشكل يعني مميز، مفيش أي مشكلة، يعني هو ده بس الحالة الوحيدة السولية طبعا نزلة البرد اللي بيعاني منها، ولكن إن شاء الله برضه يتعافى منها ويكون جاهز للمشاركة في لقاء الإسماعيلي. يعني اللعيبه كان في حاله من السعاده بعد الفوز، احمد فتحي طبعا الكل لا شاد بيه لانه لعب اكتر، الاستاذ وائل مرعي برضه بيسالك علي معلول ممكن يلحق بمباراه الاسماعيلي؟ مساء الفل يا وائل مرعي.
صح، علي معلول جاهز جدا 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 وبيشارك في المران منذ ايام، يعني من يومين بالتحديد. ما تطلبش اكل، ما تطلبش اكل، ما تطلبش اكل. لكن محمود وحيد هو معايا واحد صاحبي يا جماعه، معايا واحد صاحبي هنا في الكافيه يا احمد، جايبه عشان اعشيه على حسابه. شوف بعمل ايه معاه، اعشيه على حسابه، وعايز يخوني وياكل وانا في اللايف. انا ممكن اخلع من اللايف واقول لكم سلام عليكم واروح ابيع ابويا عشان كفتايه، فما بالك من الطواجن اللي نازله دي. انا كمان هديله اللايف. لخص يا عم احمد، لحسن صاحبي ده بياع عايز يقضيها سندوتشين ويخلع. تحياتي لي وتحياتي لكل المتابعين ليك، يعني جماهير النادي الاهلي سعيده، وبشكر كل الناس اللي بتبعت رسايل. فوز مهم لكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا الاهم لقاء الاسماعيلي القادم، لقاء يكون مهم جدا جدا جدا. طيب حابب تاكل بليله؟ في بليله جميله جدا هنا في المطعم. يا سلام، يعني بليله في الشتاء جميله. ولا حمص شام؟ انا بصراحه اكل حمص شام بعد الغاء بعد العشاء طبعا. طيب قول لنا الاهلي في اجازه ولا هيستأنف على طول عشان ماتش الخميس؟ لا هيستأنف تدريباته بدون راحه، لكن اتوقع ان يكون اللعيبه الاساسيين اللي شاركوا في اللقاء طبعا امام حرس الحدود هيبقى ليهم تدريبات بدنيه خفيفه، لكن زي ما حضرتك عارف في ضيق الوقت ربما يعني كان مفيش اجازه، لكن الفريق بيستمر في تدريباته عادي. النهارده اللعيبه المستبعدين كان عندهم تدريب صباحي، الاساسيين بس هم اللي مش هيشاركوا في مران يعني الاثنين، لكن على طول الاهلي جاهز للقاء طبعا الخميس، لقاء مع الاسماعيلي، والاسماعيلي بيحاول يفوز من كهوته، ولكن دايما لقاء تاني الاسماعيلي بتكون ليها نديه ونديه يعني مميزه للاثنين بالمناسبه، فدايما لقاء الفريقين بتكون خارجه عن الحساب يعني. برضه عايز اقول بس تصريح لكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني الحمد لله ابراهيم نور الدين كان اداء مميز النهارده، وان كنت يعني بعض عايز عايز احيي عايز احيي الكابتن ابراهيم نور الدين، كان رائع النهارده. وده اللي انا توقعته معاك امبارح، وقلت لك هيعود لفورمته، وده اللي حصل. صح، هو كابتن سيد بس قال انا نفسي جهاد جريشه يظهر يحكم للنادي اللي مش بيحكمه بقاله كذا سنه، يعني في اشاره ان زي ما ابراهيم نور الدين حكم للاهلي كمان جهاد جريشه ما يحكم للزمالك. الكابتن جمال الغندور هيدي الكل وكلهم على مستوى عالي. قبل ما اسيبك بيقول لك نتمنى قبل ما اسيبك نرجع زي ما كان لمصلحه الكل طبعا. قبل ما اسيبك بيقول لك صاحبنا لغى البليله من النادي. طبعا والله العظيم، والله العظيم طلع قرار بجد، ما بضحكش فعلا، والله العظيم. ده ده ده, ده, ده لا يا عم، ده يا بيه ده انا اقول لك انفرادين دلوقتي، منع اي حد يبيع بليله ولغى الجراج بتاع البسكليتات. والله والله العظيم ما بضحك، احنا بنتكلم في المجهول، احنا قلنا اسامي حد بتضحك ليه؟ عمرك شفت كده؟ والله العظيم منع البسكليتات ولغى الجراش ومنع نزول البليله في النادي. ربنا يهدي الجميع. انا خايف يمنع اي حاجه فيها به بعد كده، يعني بطاطس مثلا، بلوخية. بسطرمة. الحمد لله انك انت بتغطي نادي مستقر، في ناس عقلة، ربنا معاك، مبروك الفوز يا مستقر. الله يبارك لك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي، يا رب دايما يعني نكون موجودين ونغطي الاحداث بشكل جيد ومميز ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد السيد المتالق معنا دائما المستقر،
وكل ما يخص الأهلي وحرس الحدود بعد المباراة. شكرا أبو حميد. خلينا نقول الكابتن سيد عبد الحفيظ ده الأبرز، ضرب كل الجبهات. إحنا نادي مستقر، إحنا نادي ما بيضربش عقود، إحنا نادي بنعرف التزاماتنا، إحنا نادي بنعرف اللي لينا واللي علينا، بندي الناس مستحقتها في مواعيدها، عندنا سيستم. خليك في نفسك، ركز في نفسك، سدد الفلوس اللي عليك، مالك دعوة بينا. يقصف زيد سيد عبد الحفيظ كل الجبهات بضربة قاسمة.